أصدقائي صديقاتي، أهلا وسهلا بحضراتكم. عدنا إليكم بعد فترة انقطاع طويلة مع أستاذنا الدكتور محمد عيسى داوود، ولكن بين لحظة وضحاها وبين عشية ومساها، بين همسات وبين لحظات نعيشها، قد يحدث جديد في كل لحظة. دائما نجد كل جديد ونتعامل معه، ولكن كان الجديد هذه المرة هو بعدي أنا عن التفاعل مع حضراتكم لأسباب مرضية قد عرضتها عليكم في مرة من المرات وفي أحد المقابلات على الإنترنت. ولله الحمد عدنا والعود أحمد، وطبعا عاد إلينا أستاذنا الكبير الأستاذ الدكتور محمد عيسى داوود بنورانياته وأفكاره وأطروحاته المختلفة التي نتعلم منها جميعا ونستفيد منها جميعا، وأنا أول المستفيدين. ولذلك عندما ألتقيه أنا أجلس مجلس الطالب أمام المعلم، فقط أطرح السؤال الذي أريد أن أعرفه، ولعل أن يكون هذا السؤال هو ما يدور في بالكم. أصدقائي صديقاتي، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، ودعونا نرحب بأستاذنا الأستاذ الدكتور محمد عيسى داوود. يا مرحب وأهلا وسهلا. يا مرحب بسيادتك، الحمد لله رب العالمين، سعيد بلقياك بعد غياب، وألف حمدا لله على سلامتك. الله يسلمك. وأصيك بعسل النحل على الريق، ولكن يذاب في أي شيء دافئ وقبل النوم بإذن الله. يعني ترى معجزات الله سبحانه وتعالى في تجديد الخلايا كلها، يعني بإذن الله تعالى. ودي نصيحة برضو لكل من يسمعنا. طيب، احنا هنبدأ حوارنا النهاردة مع أستاذنا الدكتور محمد عيسى داوود عن السماوات والأرض، السماوات العلى والسماوات الأرضية التي لم نعرف عنها شيء. ما هي أبواب السماوات، وما هي أقطار السماوات، وما هو الموجود في السماوات المختلفة؟ هل هناك ملائكة فقط؟ هل هناك أشياء روحانية نعلمها ولا نعلم بعضها؟ وخاصة أن قرآننا المجيد في صدر سورة البقرة يقول المولى سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذن الغيب هو الأساس في العبادة، فإذا أمنت بالغيب فأنت أمنت بجزء كبير من العبادة، وده اللي هنشرحه مع أستاذنا الدكتور محمد عيسى داوود. ونبدأ حوارنا مع حضرتك أستاذنا الدكتور. حضرتك الغيب عالم كبير، ويمكن الإنسان المعاصر في أحيان كثيرة لا يؤمنون إلا بما يرون، فما هو الدور الذي يمكن أن يقوم به أي مسلم أو أي إنسان يقرأ أو يفهم لكي يقنع من هو أمامه بأن هناك غيب، وهذا الغيب يؤثر كثيرا على الواقع الذي يعيشه الإنسان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك عليك على آلك يا سيدي يا محمد يا حبيب الله يا نبي الله، قدر مقامك ومقدار قدرك وقدر لا إله إلا الله محمد رسول الله. واقعيا بدءك الحديث من قول الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ويجوز أن نقف ونقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. القياسات العقلية البسيطة الإنسانية كان يمكن أن تتوقع الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وربنا سبحانه وتعالى يفصل في الصفات ويضع مثلا آخرها الغيب. لكن كون الله سبحانه وتعالى وكلامه عز وجل أدق من موازين الذهب،
يبقى معناه وضع تراتبية للأشياء، إن أصلا عبادتك وإيمانك بالله سبحانه وتعالى وكل ما ستقوم به من أفعال بيرتكز على قاعدة إيمانك بالغيب. لو لم تكن من المؤمنين بالغيب فأصلا لن تتعبد. لو أردنا أن نفصل في أسئلة حضرتك، يعني نحتاج ظهور للحقيقة، نحتاج ظهور، ولكن هنحاول نمشي بتراتبية ومنهجية علمية، إن احنا نبدأ بقضية إزاي تتحدث مع أناس لا يؤمنون بالغيب زي ما حضرتك تفضل، وهؤلاء الناس اللي احنا بنسميهم الملاحدة بإيجاز، يعني لأن ما فيش إنسان مؤمن على أي دين كان إلا وهو يؤمن بالغيب. أي دين، حتى الأديان اللي هي بتسمى الأرضية وبيظن فيها الوضعية وأنها ليست تحريف عن أديان سابقة، بينما أنا أرى هي تحريف عن أديان سابقة، زي الكونفوشيوسية وزي البوذية والزرادشتية وقس يعني الجينية، يعني الملل والنحل آلاف مؤلفة في الأرض الآن. وكون الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير، إذن هناك رسالات سبقت لكل الأمم. طيب إيه هو كلمة الغيب؟ يعني التعريف، التعريف الساذج الفطري البسيط، كل ما غاب عن حواسك، يعني إحنا بنتكلم عن الحواس الخمسة، النظر واللمس والشم والتذوق، وما غاب عن هذه الحواس بيسمى الغيب. الواقع أكبر من كده بكتير جدا، يعني لما بنتكلم عن السماء، السماء كسماء، مش هنتكلم بقى على السماوات السبعة، ده كلام آخر، إنما نتكلم عن السماء الدنيا البسيطة اللي حوالينا. لما تعرف حضرتك إن كل ما يرى فيها وكل ما رصده العلم حتى الآن، حتى لما وصل إلى معرفة ما يسمى بالثقوب السوداء، يعتبر واحد من المية أو واحد كل من المليار مما غاب عن الحواس حتى عن الأجهزة العلمية الحديثة، وكل يوم يكتشفون أمرا ما يصابون بالذهول. هنا لابد أن أقدم نموذج من ينكرون الغيب مع أنه تعامل مع الغيب، علشان رد على سؤال سيادتك، وده بنقوله لكل الشباب اللي هو بيعبث بعقله في هذه القضية. معروف طبعا العالم اللي هو ستيفن هوكينج، الفيزيائي البريطاني الكبير، وهذا الرجل اللي ضخم وصنع له هالة يعني أراها غير منطقية، وفي كل مؤتمراته، يعني ما فيش مؤتمر إلا كان يتعمد يكرر إن من ساعة الانفجار الكبير أو العظيم، بينما هي نظرية إلى الآن، يعني لا نستطيع أن بالطبع لم تثبت، ولا يستطيع أحد أن يقول والله هي فعلا ده اللي حدث، لأن كلام القرآن العظيم بيعطي معنى تاني. يعني هنا هناخد الواقعية بس لما نيجي ليها، يعني حضرتك تبقى تذكرني ان احنا نفصل فيها شوية. الامر بداءة بإيجاز، ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن خلق سماوات وارض رتق، كتلة واحدة، لا انفجار ولا غير انفجار، خلق تام السماوات والارض. طيب هذا الرجل كان يتعمد في كل مؤتمر أن يصف نفسه بالملحد المنكر لوجود الله، بل بلغ الوقاحة به أن يقول لك والله
العملية الفيزيائية هي اللي أنتجت وهي اللي خلقت. أنا تعمدت أتتبع أبحاث كثيرة له، وجدت إن هو عندما يتحدث عن الانفجار هذا الكبير ثم تكون السديم أو الدخان اللي هو معبر عنه في القرآن العظيم، طيب بعد كده حضرتك إن كانت السخونة الشديدة والكثافة الشديدة وإنتاج بقى المجرات وبتفاصيلها من النجوم، هذه العملية لا تحتاج إله. طب إثبت لنا أن هذه العملية لا تحتاج إله. لم يقدم إثبات. يعني أتحدى أي إنسان قرأ له كتابا أو بحثا، وقرأت له من قديم يعني ليس من هذا الزمن فقط، لم أجد دليل واحد علمي يستطيع فيه إنه يعني يقول فعلا هذه المسألة لا تحتاج إله. الشاهد عندي إن كل ما تعرض له من تفاصيل وشروح ونظريات أغلبها لا يزال نظريات، بل كان يقول النظريات ثم بعد 10 سنوات يتراجع عنها، كان يتحدث دائما أن الفاعل هو الفيزياء. فده ذكرني بالموقف بتاع حافظ إبراهيم، يمكن قلته قبل كده في مواقف كثيرة، كان له صديق برضو من الملاحدة هؤلاء ويؤمنون بالطبيعة، والطبيعة هي علم الفيزياء، يعني ما كنا بندرس الطبيعة يقول لك الفيزياء، الفيزياء هي الطبيعة. فكانوا بيشاهدوا حفلة بتاعت بلي أو شيء كده، فالراجل كان بيعرف يتكلم عربي بسيط، فمن جمال المشاهد اللي عمالة يشوفها اضطر يقول الله، يقول لك حافظ إبراهيم غمزه كده قال له لا ما تقولش الله، قول طبيعة طبيعة. ولاحظك يعني مدام انت بتتكلم ان الفيزياء هي الفاعل، طب ما هو الفيزياء دي يعني عشان نبسط الامر للشباب، طب ما تسميها الله، يعني الخالق سمى نفسه الله وقال انا الله، لا الشمس ارسلت رسول وقالت انا الشمس انا الاله، ولا القمر، ولا في شيء اسمه الفيزياء ارسل لنا رسول او كتابه قال لنا انا اسم الفيزياء وانا الفاعل لكل هذا. فبرغم تعمقه الشديد في العلم، لكن فعلا صدق الله العظيم آية مذهلة، إن رب العالمين لما بيأمرك بالتفكر في السماوات والأرض بعد كده يعقب يقول وما تغني الآيات والنظر، يعني وهو في بحثه العلمي شاف إنذارات وشاف مصارع أقوام، وما تغني الآيات والنظر عن قوم لا يؤمنون. لا يؤمنون بإيه؟ بالغيب، لأنه منكر أصلا الغيب اللي هو الأعظم. طيب ما هو رب العالمين سبحانه وتعالى يعني صحيح هو غيب، ولكن زي ما سيدنا علي زين العابدين سلام الله عليه، يا ريت الناس تقرأ الصحيفة السجادية ويشوفوا دعوات آل البيت وهو بيخاطب رب العالمين، إن متى غبت، متى غبت، يعني متى غبت حتى نبحث عن رؤياك، روحك اللي هو قول الشاعر اللي بتلقاه في أغلب التفاسير في البداية، يعني وله في كل آية شاهد على أنه الواحد في كل شيء حواليك في الكون سبحانه وتعالى. فمتى غاب، هي شدة القرب تعطل الرؤية، شدة القرب تعطل الرؤية. طب شدة القرب، أيوة ربنا سبحانه وتعالى قال ونعلم ما توسوس به نفسه، نفس الإنسان، ونحن أقرب إليه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يا إيه المذهل في هذه العبارة، لابد أن ننحني ونسجد للخالق سبحانه وتعالى، وكفارة السجود إن إحنا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لكن بنركع لله وقلوبنا قبل أجسادنا تسجد لله سبحانه وتعالى، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أتحدى 8 مليارات إنسان إن هم يكونوا بيفكروا
يعني النسبة الكبيرة فيهم بتفكر ساعة ما يستيقظ أو حتى ساعة ما يمسي حركة قلبه دي والشريان اللي هو الأورطي الكبير اللي عماله بيضخ الدماء للقلب وينقل من القلب الترومبة دي اللي عماله تضخ وشغالة ل 24 ساعة بلا توقف وما فيش صيانة. وأغلبنا أصلا ما بنصونش يعني يعني من أعظم الأشياء اللي تصون هذه المضخة خل التفاح اللي اتكلم فيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بس يؤخذ على طعام يعني ملعقة في ماء ده بيمنع انسداد الشرايين بالمطلق. فكلنا يعني نغفل حتى عن وفي أنفسكم أفلا تبصرون. شهيقك زفيرك حركة الأعضاء الداخلية كلها. طب ما هو اللي بيتكلموا عن الحواس وبيتكلموا عما البصر بيراه أو الأنف أو بتشمه أو اللسان بيتذوقه أو اليد بتمسكه بيتكلموا كله عن الحواس الخمسة دي. أنت جواك مصانع شغالة 24 ساعة دول قائمة بإداراتها يعني القلب دولة بإداراته الكبد دولة كامل بداخلها الجهاز الهضمي دول انت جواك قارات كمان كرة أرضية بالضبط. ما هي الحقيقة الحقيقة ان الانسان زدنا الامام علي سلام الله عليه خلص القصة قال وتحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر. طب ما هو علشان الكلام حضرتك بنتكلم على غير الحادث من سبعة حوادث مررت بها وقلت رأيت فيها الموت. أحد هذه المرات فعلا دخلت في احتضار كامل يعني صفرة تامة وبرودة لا أشعر بشيء إلا أن القلب ثقيل جدا كأنما جبل كأنما بحمل جبل في قلبي. يعني أنا بتكلم بأحاسيس صادقة الوصف اللي بقوله ده إحساس عشته لكن تمسك إيديا مفيش حياة لا توجد قوة ومفيش حياة يعني كل من حولي يعرف خلاص ده. وفعلا يعني في أشياء ممكن أتكلم في جزء منها وفي أشياء لا أستطيع الكلام. طب في الحالة دي حضرتك يعني كنت تشعر بإيه غير اللي حضرتك قلته؟ هل كنت ترى عالما آخر؟ طبعا ما انا بقول لك في اللي ممكن اقول يعني حاجات بسيطه وفي حاجات لا بس اكمل لك المشهد ده علشان اوري لك العظمه الالهيه والربانيه متجلى فيك وعمالين يتفلسفون ويتحذلقون ويقول لك لا انا لا اؤمن الا باللي تمسكه ايديا اللي هو اللمس التذوق الشم النظر. طب وبعدين طب كلمني عن لحظة موتك وازاي الالات دي كلها بتتوقف ازاي القدم ما كنت لعب كرة وشويت فجأة شلل تام وبرودة مش حاسس بقدم خالص خالص اليد ما يعني حضرتك لو مسكت يدي لا استطيع اتفاعل معك فقدت الحياة فيها يعني تمسك حضرتك اللي لازم تمسكها ترفعها هتروح لو سبتها تسقط مفيش حياة. الشيء الوحيد اللي باقي حي وحاسس بيه القلب بس حاسس ثقل جبل بلا مبالغة ثقل جبل. وانا اعرف يعني ثقل جبل لان يا ما عشت في صحارى وفي جبال وفي سيناء وغير هذا يعني غير حتى في أوروبا يعني جبال الألب رحتها إلى آخره وجبال كثيرة جدا في فرنسا في سويسرا قس يعني كيفما شئت وعندي عشق ليها لأن الجبال في القرآن العظيم رأي العميد محمد حسن داود الرباني رجل القوات المسلحة مرة بيكلمني بيتكلم في الشؤون المعنوية بيقول كنت بجهز محاضرات عن سر الجبال في القرآن العظيم وفي الأرض وهيبتها خبر حضرتك. فالرابط بيني وبين الجبال أفهمه وثقلها
أفهمه كويس جدا. طيب عشان بس حضرتك يعني نستثني الحديث عن اللي حضرتك مش عايز تتحدث عنه. في البعض خرج ووصف هذه اللحظات. هل ما وصفوه كان حقيقيا أم غير حقيقي؟ يختلف من شخص لشخص. هو السؤال ده خطير، هستأذنك نخليه بعد دقائق بس ذكرني بيه لأن أنا بتكلم على الهواء. يعني ببقى مش مرتب أفكاره إنما هي بتترتب كده تلقائيا بمدد يا رب. اللهم أمدنا بمدد من عندك يا رب، وروح من عندك وروح من عندك، الروح غير الروح. فسيادتك الإحساس ده الثقل ده هنا كانت منظومة علم مدد إليه، أن القلب هو محل الروح في الجسد كما السماء في الفلك الرابع. وشوف بتمد سماوات وأراضين من اللي تحتها بحضرتك، وربما من اللي يعلوها، لأن الشمس دي موضوع تاني كبير، وبرغم هي ظاهرة أمامنا لكن الحديث فيها يوم ما نتكلم عنها حنتطرق لأمور غيبية. فأول المعلومات اللي تلقتها عمليا ميدانيا في نفسي وفي أنفسكم أفلا تبصرون، هنا الكلام بيكلمك عن حالك انت. لو وقفت تأمل ذاتك من أصابعك لأناملك للشرايين لمجموعة التوصيلات العصبية في المخ وفي الجسد عموما، الخلايا الدقيقة رسيادتك، الأمعاء بتاعت الإنسان دي لو اتفردت حتوصل لها عملت مسافة فلكية حضرتك، وكل ده داخلك أنت. طب أنتوا بتكلموني عن إيه بقى في مسألة إن لا أصلا لا أؤمن إلا بالحواس؟ والغريب الوقاحة اللي بيتكلموا بيها والبجاحة بالذات في هذا الزمن، لأن بكل أسف الإعلام في فوضى، وده اللي احنا بنطالب بيه رئاسة جمهوريا. لا، لازم يبقى فيه مايسترو، في موسيقار كده زي حبيبنا حسين باشا السيد كده، لا يضبط في نوتة موسيقية للعمل عشان الأمور تنضبط. احنا شعب كبير 120 مليون ناس مبسطين القيد، لما كده الدنيا تبقى فوضى طبيعي تلاقي بقى الوزغ وتلاقي الإلحاد وتلاقي الناس اللي طلعت تشكك في كلام الله سبحانه وتعالى وفي دين الله سبحانه وتعالى بلا أثارة من علم. يعني هو ليس عنده إلا صفصصات ده تحت، كمان هو رويبضة وتحت، لأن أنا بشوف تسافل في التعرض حتى للذات العليا اللي وصل الأمر إلى حد الشتم. فسيادتك أدي أبسط الأشياء، إحنا بنتكلم عن مشهد أهو فيك أنت. حتى ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم بقى حوالي أهل الإنسان ومحبينه بتاع. طيب شوف يقول لك فلولا إن كنتم غير مدينين، هذه الروح والنفس، ترجعونها إن كنتم صادقين، وروني انتوا هتعملوا. طيب نرجع ثاني للموضوع اللي حضرتك قلت لي فكرني بيه. وهو موضوع اللحظات اللي بتبقى سابقة للموت. طيب هل كما قال الآخرين أو كما قال الآخرون نعم. أم زي بتختلف من شخص لآخر زي ما حضرتك قلت؟ وكيف يأتي هذا الاختلاف؟ هو حسب عملك. يعني الأمر ده يمكن استشهدت مرة بالسيد توني خليفة، وياريت تجيبه لما جاب السيد صابع رايقات. مهم جدا الناس تشوف المشهد ده 100 مرة وهو بيتحدث إن القلب توقف ومات. يعني هو سامع الأطباء بيقولوا إنه ده مات. ليه؟ شوف أنت حضرتك، إحنا بادئين من النقطة زيرو اللي هي فيك أنت. إزاي سمع بينما هو مات؟ وده اللي أنا دايما أقوله، هل الذاكرة هي بتلافيف الدماغ دي فقط ولا لها علاقة بالنفس والروح؟ النفس الكائن الأثير اللي يعني بنجيله إن شاء الله في التفاصيل، وكمان الروح اللي هي بقى الديكودر المسيطر على كل التركيبة هذه.
وحضرتك لا طبعا تذكر الرد بتاعه والحقيقة يعني لما قال هل هناك عالم آخر؟ طوني خليفة بيسأله هل هناك عالم آخر فعلا؟ فقال له أنا مش هقدر برضو أتكلم زي ما حضرتك قلت بتفاصيل بتفاصيل إنما فيه قال فيه طبعا فيه طبعا رغم أن هو كان يعرف عنه أنه يعني برضو من العلمانيين شوية لا بس حافاجئك وفاجئ أهلنا في فلسطين كمان. أنت عارف أنه هو يعتبر كان أحد مهندسي المفاوضات مع دولة الكيان الصهيوني، يعني كان من العباقرة في المفاوضات، ودخل في زواري الصهاينة جماعة أعرف عنه أسرار كثيرة يعني، بس طبعا أدبيا في حاجات ما ينفعش كلام عنها نحترم. ولكن لا ده أنا حاول لسيادتك أنه هو إحساسي يعني أن يا أخي سبحانك هو العالم بخواتيم كل إنسان، ولذلك يعني كان مولانا الشيخ عبد الحميد كشك وغيره من أساتذتنا يقول لك على حسن الخاتمة يبكي العارفون بالله. كم من إنسان يعمل صالحات ويستعرض بها والناس تشاور عليه ثم يختم لي وفيها حديث نبوي وحضرتك، بس لما نجيله لأن له علاقة بالقضاء والقدر وعشان الناس ما تلخبطش بخليه توقيته يعني قد يأتي في السياقات، عمل كتاب حضرتك عن بعض المتحاورين وحتى أساتذة المفاوضات في العالم، وعن حضرة سيدنا الإمام علي سلام الله عليه في أستاذية فن التفاوض. الكتاب ده يا ريته كان قدامي بس في مرة يعني إن شاء الله بوري صورة منه، ختم له بهذا. فإيه اللي وداه لسيدنا الإمام علي سلام الله عليه في الفترة الأخيرة من عمره؟ خبر حضرتك أعتقد إن ده السر اللي هو شافه في لحظة المغادرة من هذه الدنيا ثم العودة. طيب دي بتوريك إن ربنا سبحانه وتعالى له رؤية ونظرة خاصة في كل إنسان، كأنما كل إنسان حالة وملف سري بينه وبين الذات العلية، هو اللي أعلم بنواياه، هو اللي أعلم باللي في قلبه. وحك علشان ده ردنا على كل اللي يتكلم عن انه ماسك بقى مقاليد السماء والارض وعمال يوزع اكل حلال يعني شيء بشع بصراحه اللي انتشر في هذاك. انت بتقدم منهج علمي جديد وحديث، واعتقد ان شاء الله المعلومات اللي هتتقال فيه بعضها الناس تعرفه وبعضها الناس هتتفاجئ بيه. ثانيا هو ملخصات يعني عصير الحياة اللي عشناها والتجارب سواء الشخصية أو للغير. من المهم في نهاية عمر الإنسان أن يقدم للآخر وبالذاته من الشباب جيل الصاعد المصري والعربي والإسلامي وحتى غير المسلم من ياخد التجارب دي عشان يعرفوا أن لهم إله وإله واحد بلا شريك، وهو صاحب الرأي الأوحد في أنه يقرب من ويبعد من، وصاحب الرأي الأوحد من يدخل الجنة ومن يدخل النار. ما اداش لواحد بدأن ولا مقصر لجلبية ولا بتاع ولا يقول لك أصل السلف ولا البتاع أنه كده يقيس الناس على موازين عقله. فحضرتك أنا مع النقطة اللي حضرتك بدأت بيها واللي هي بقى بننطلق بيها، نصعد ثم نهبط ننتقل يمينا يسارا ثم نصعد، اللي هي الإيمان بالغيب، لأن ده قاعدة التربية الحقيقية. لو أنت عايز تربي أجيال حقيقية من الآن حتى من الطفولة لازم تربطهم بعوالم الغيب، ولكن بمادة علمية حقيقية حقيقية وأعظم بالضبط. وأعظم ما يستقى منه الحق هو صاحب الحق وهو الحق سبحانه وتعالى. فانطلاقا حق من النقطة دي عشان بس نوفي مسألة الـ
ليه بيحدث تباين في حالة الوفاة؟ دي مسألة خطيرة جدا، وهي لها علاقة بالغيب اللي انت حضرتك بتتكلم فيه، ثم أصلا مغادرة النفس الإنسانية ودخولها البرزخ، ما هي دي مسألة غيبية. ده موضوع كبير بقى نفتحه مع بعض. ما شوف بقى، بقول لسيادتك يعني كل ما تحدثنا فيه احنا بنحوم حول الحمى، ولكن من منطلق القاعدة اللي حضرتك اللي أرستها بالبدء بالحديث عن آية أنا بعتبرها آيات فخيمة، مطلع سورة البقرة آيات فخيمة وتحتاج لتدبر عظيم. لماذا هذا الترتيب؟ الوضع يعني الله سبحانه وتعالى، يعني هذا الترتيب، انت بتدخل من الفاتحة الى سورة البقرة، ربك سبحانه وتعالى يروح واخدك الى القاعدة اللي هينطلق عليها بنيانك العقلي والنفسي والوجداني والجسدي، والتربية كلها، معالم التربية كلها مربوطة الذين يؤمنون بالغيب. أخبر حضرتك. طيب النقطة دي بس عايز أوفيها، لأن كثيرون كان بيتكلموا، مش حول أسامي، إنما أسامي معروف، في حد بيتكلم أنه بيقول له بيوصف نفسه وهو بيموت إن كأنما يعني نزع روحه ونفسه، حسبما مثلا تحدث في رؤى أو تحدث وهو بيحتضر حسب اللي ورد يعني فيما أوردوه، إن كأنما سفود سيخ، انت بتخرج صوف منه، سيخ محمى وبتخرج صوف منه. واحد تاني يقول لك ان يعني كانما السماء بتنطبق على الارض. فدايما انا بضرب مثل مال بلال بقى، يعني ومصيبه لا تقول هذا، بل قولي وفرحتا وفرحتا غدا القى الاحبه محمدا وصحبه. فحك ليه يعني؟ وكان داخل في الاحتضار بس بينطق. أنا حضرت احتضار العميد محمد حسن داود عليه رحمة الله، مربيني يعني بعد والدي، وأشهد يعني كان من الخلص. حتى كل ليلة قبل وفاته كنا بنعقد مجلس مديح في حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأحيان كنت بنشد بين يدي وهو راقد خلاص، يعني مسألة في أي لحظة. حتى في طبيب حبيبي دكتور محمد بلال بقول له كده احنا خلاص يعني، فكنا الخميس، قال لي يعني أعتقد على أذان الجمعة، وكان الغريب مش قادر ينطق، وصل إن اللسان انعقد خلاص. ما انت في الاحتضار بتبدأ الآلات تتوقف آلة آلة، خلي بالك يعني دولة دولة بتبدأ تقول أنا سلمت أورائي وخلصت. فمن عجب العجب حضرتك أنه كان يعمل كده لإخواتي، يشاور لهم يعني هتولي محمد من فوق، أنزله جار، نبدأ في مديح سيدنا النبي، تجد أساريره انفرد حاجة يعني نور، ثم فجأة هذا اللسان قبل يومين، ايه ده؟ الحسن. مدد عرفت والله على ما اقول شهيد، قال كده سيدنا الحسن وسيدنا الحسين. فالتفت قال لي طبعا، لا وبطلاقة بعد طبعا دي انعقد اللسان، وكانت الوفاة تاني يوم اللي هو كان الخميس. طيب شاف ايه بقى؟ فاذا حالة عن حالة بتختلف حسب عملك. اخبر حضرتك حسب عملك، سيبك بقى من حد اللي هو يقعد يفخمه في ناس ويعمله في ناس، مادام انت اوردت عنه انه هو عانى في الوفاة يبقى الف علامة استفهام عليه، وبيترك بقى لله سبحانه وتعالى. مستحيل، شوف قانون إلهي ذكره حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ده بيوريك تفاعلك مع الغيوب. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ده المزاج. نبقى أجبنا بإيجاز، للمسألة دي فيها تفاصيل كثيرة. في حضرتك اللي راح ورجع، أنا ليا أختي
نجلاء ما شاء الله عليها، مرة في حالة ولادة شافت نفسها دخلت في الموت وشافت جسدها، تحكي لي يعني شافت نفسها وخلاص ثم عادت، بس مش فاكرة يعني، لما عادت مش فاكرة، أو تكون فاكرة حاجة بتتلايم عليا وممنوع تتكلم. معظم اللي بيوصل الحالة دي بيبقى مش عايز يتكلم في أمور معينة، بيبقى معاه تنبيه إن ما يفصحش عن كل شيء، مسموح لك قول كذا، بس غالبا ما دام رجع وأساريره طيبة بيكون أخذ بشرة. يعني أقول لسيادتك مشهد آخر والله على ما أقوله شهيد، الحاجات دي حضرتك أصلها للتاريخ، أنا معاك النهاردة ممكن بعد ساعة أتوكل، بعد ساعتين تاني يوم لا، حقيقي في زوج خالتي وهو أحد أساتذتي وأحد عمالقة العبرية المؤسسين اللي له دور عظيم في هزيمة الكيان الصهيوني في 73، أستاذ الدكتور يحيى حسن المصطفى اللي عمل القاموس حتى بتاع الكلية العسكرية بتاعت بغداد. شوف حضرتك القرآن ظاهر وباطن، غيب وشهادة، يعني فيه عوالم الغيب وعالم الشهادة، والقرآن العظيم أسراره لا تنتهي. يعني أقول لسيادتك حاجة من الحاجات يمكن اللي خلت الواحد يحيا مع حوادث محاولات الاغتيالات، سورة الضحى. سورة الضحى أحد أسرارها العظيمة مع آخر آيتين في سورة التوبة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. شوف الوصف المحمدي الرهيب، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. خلي بالك العرش هنا في القرآن، رب العرش العظيم وصف العرش المجيد العرش الكريم، كل وصفنا له مقامات. لكن الآيتين مع سورة الضحى إذا قرأتهم سيادتك 40 مرة يوميا، وإذا وضعت إصبعك في ماء وشربت هذا الماء، العضو المتوفى في الجسد أو اللي بيحتضر بيحيا بإذن الحي القيوم الذي لا يموت. هذه نفحة من نفحات رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بتبشرنا بها حضرتك، دي حقيقة وعشت هذا، وعشت الأمر ده في تجربتين. تجربة في والدتي عليها رحمات الله، وكان الكبد انهار، كان بيعالجها الأستاذ الدكتور علي جبلة الأستاذ الأكبر في مستشفى السلام الدولي وهو حي موجود، وكان بيعاونه حبيبي دكتور محمد بلال أحد الصالحين. فالدكتور علي متوقع أن الكبد في حالة انهيار كامل، وأن الوفاة حتمية وربما في غضون أيام. فسبحان الله عملت لحضرتها الماء ده، وقدر الله سبحانه وتعالى أن أسقي لها. بعدها ما فيش أيام رحنا المستشفى واتحجزت فيه عشان يعمل لقوا تحليلات جديدة يشوف الأنزيمات بتاعت الكبد. فالحقيقة طبعا كنا بننفرض ببعض، لأن مش كل حاجة بنقولها لإخواتي، رغم عندي أخويا أحمد سفير وإخواتي ما شاء الله التانيين، لكن دايما كان بيبقى إيه مصطفيني إن في أسرار معينة بحس حتى لو في شيء أوده لهم. يعني تعودت على الثبات الانفعالي دايما من أيام الكورة ومن أيام الثانوي العسكري إلى آخره.
يعني الدكتور علي جاله حالة ذهول وطبيا علميا على انا شفته الكبد انتهى. كبد انتهى. لكن مع القراءة الجديدة دي كأنما الكبد مولود. في ايه؟ سبحان الله. معلش ممكن وصفة تاني عشان اصدقائنا المستمعين والمتابعين. اخر ايتين في سورة التوبة. بسم الله الرحمن الرحيم. لو انت توبة ما فيهاش بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الايتين دول هتلاحظ حاجة بقول فيهم بسم الله الرحمن الرحيم. لانك لما تقرأ التوبة هيجي لك حالة ذهول. شوف بتبدأ براءة من الله ورسوله بحضرتك. والبعض بيسميها يعني سورة القتال، سورة السيف، سورة كل ما شئت يعني. وهي بتسمى الفاضحة للمنافقين اللي كانوا في مجتمع المدينة، اللي منهم بعض الأصحاب، عشان بس اللي بيقعدوا يتكلوا الصحابة كلهم دول نصابين على الله ورسوله. حاشا، مجتمع زي أي مجتمع، فيه الخلص، فيه الصديقين، فيه الأولياء، فيه الصالحين، وفيه المنافقين، وفيه اللي حاولوا يقتلوا سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هتجد أن مجال، يعني أنت بتتكلم في أتموسفير معين، وآخر آيتين شيء تاني خالص، أجواء أخرى. درس القرآن فيهم بيختلف عن كل سورة، بل أثر عن كثير من الصالحين اللي هو كان بيقرؤوها. فعلا كان الأجل يطول يطول. أحدهم كان يصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يرى حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرأى حضرته صلى الله عليه وآله وسلم بعد فترة، قال له أنت مش عايز تيجي عندنا ولا إيه؟ يعني أنت خلاص يعني عجبتك القعدة في الدنيا دي؟ فأصبح عازما على ألا يقرأها، فكان أكل. يعني أطلعه الله سبحانه وتعالى على هذا السبب. سبحان الله. فشوف بقى الدكتور علي اضطريت، قلت له يا دكتور عايزين وصفة تانية. ما هي الآيتين؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم، في قراءة من أنفسكم وحرك، لكن والاثنين صح طبعا. يعني آخر آيتين من البقرة، من التوبة، من التوبة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. شوف بيبني يقينك في التوكل على الله، وهو رب العرش العظيم. ده العرش، العرش اللي هو الكرسي اللي فيه السماوات السبع وكل اللي انت عايزه ده بالأراضين. ضحك بالنسبة للعرش، حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر رضي الله عنه، كحلقة في فلاذ، خاتم انت رميته في صحراء. فشوف لازم تبقى يقينك وإدراكك للعالم الغيب الهائل اللي انت هتشوفه اذا كنت بقى من رضي الله عنهم وقبلهم. يا بتبقى نزهة حركة الروح والنفس دي، عجب العجب. مع سورة الضحى، بينما سورة الضحى 40 مرة وصلوا. ولقد وعدنا موسى 30 ليلة ثم أتممناها بعشر. كانوا كل ربنا يسكت، لكن شوف، فتم ميقات ربه 40 ليلة. حتى في حديث لسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اربط القرآن بالسنة المطهرة تشوف العجب. من صلى الصبح في جماعة 40 صباحا كتب الله له براءة من النفاق. انت عارف النفاق ده أمم وقع فيه، أمم وقع فيه سياسيا واجتماعيا وعمليا وفي الشغل وفي نفس النص، ولكن كتب الله له براءة من النار، وفي أنار الله قلبه. بعدين ما لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لو قلبك نور
لا تسل، هيبقى القلب، وده اللي قلناه في البداية، مطار الروح للإلقاء في الروع. هيبقى هنا مصداق حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك وأفتوك. أقف مع هذا، ربط ده كل حضرنا. فالأربعين رقم تمام، كأنما دائرة مغلقة زمنية، وحضرتك كأنما أنت في معسكر تدريب، زي ما كان يدخلونا معسكر كورة 40 يوم بنطلع فت. تجارب الحياة وتجارب القرآن العظيم والسنة النبوية لازم تكون على يقين، مش بتدخل تجرب عشان تشوف، لا ده أنا شايف من قبل ما، لا أنا داخل وعندي اليقين. بتفرق، أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن خيرا وجده، فإن ظن غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. دي قوانين التربية حضرتك، فتقرأ الأربعة. فالدكتور علي هنا حضرتك لما لقيته في ذهول وحط، يعني عايز يقول لي يعني أخلع البلطو بتاع الطب ده كده، أنا يعني اللي اتعلمته كوم واللي أنا شايفه كوم. دكتور هقول لك سر صراحة ما كنتش عايز أقوله، بس أنت عارف أنا بحبك يعني، وأفصحت له عن هذا. قال لا أنا مؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مؤمن والله أنا مؤمن. واحد يبص لي مذهول، قال لي بقى بس عجب، أنا أول مرة أعرف المعلومة دي. قلت له يلا بقى عالج بيها، كسبناك نبقى بالنص. يعني يا أستاذنا الدكتور، حضرتك احنا هنبدأ مثلا من سورة الضحى، قرأناها 40 مرة، ثم آخر آيات سورة براءة. يعني هو لو انت حضرتك بالترتيب ونحط صبعنا في المية، اصبعك في ماء ونقرأ والواحد يشربه. السليم حضرتك على فكرة، احنا كلنا نحمل موتنا داخلا، يعني ممكن يبقى الواحد كل أعضاءه سليمة، تكشف عليه طبيا بأحدث الأجهزة وتحليل الدم وكل شيء، يقول لك 100 100، وتاني يوم تصبح تلاقي توكل على الله. أنا عرفت الدكتور علي كان يقول لي كده، يقول لي في الطب، وكان الدكتور الصاوي حبيبي، يقول لي شفت العجب. فالله حاضر لا يغيب، ولكن وضع أسراره في كتابه فعلا. طب ما هو لن نذهب بعيدا، لما سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشان أي مشكك بنصفعه، لما بيتكلم على بر الوالدين وصلة الرحم يزيدان في الرزق وفي العمر، فبعض العلماء المحدودين بحضرتك يقول لك هو يقصد البركة، لا ده هو يقصد الزيد. مادام سيدنا النبي قال يزيد، يبقى يزيد بالبركة كمان. ليه انت بتحجر واسع فضل الله يعني؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ ربنا ذو الفضل العظيم، واسع الفضل، فهو بيبارك في الرزق وبيبارك في العمر وبيزيدهم. أخبر سيادتك، والله عارف سيادتك عندي جاكت من 40 عام، كل لما البسه والله العظيم الناس تقول ايه ده، ايه ده جميل جدا، انت جبته منين ده؟ اقول لهم لسه مبعوت لي من 40 سنة. من 40 ثانية. واخد بقى حضرتك. فالشاهد لازم يقيننا في الله سبحانه وتعالى، كما يقولها العام البسيط، يقيني في الله يقيني. يقيني في الله يقيني، يقيني يعني يحميني ويحرسه. هذه الكلمة قد قالها رشيد يكيني، لاعب نيجيريا رحمه الله. أيوة، هو أول من قالها، لأن كان اسمه يكيني، يكيني فكان بيضع هذه الجملة يعني، وهي حقيقة، وهي حقيقة. فإحنا أخذناها منه يعني، وهي حقيقة. يعني اسأل مجرب، كل لما يكون يقينك في الله سبحانه وتعالى ثقيل، ثقل الجبال وراسخ رسوخها، تعرف حق الجبل على قد ما انت شايفه كيلو 2 كيلو ارتفاع او 3، فحضرتك الارض اكتر، الجذور بتاعته اعلى منه، اعمق منه. فالمهم ان الدكتور علي يعني
صدق وآمن. أجي لسيادتك تجربة تانية اللي حصل الأول، إن الوالدة عاشت سنتين بعدها. ما شاء الله عاشت سنتين. الغريب ساعة لما بدأنا ندخل بقى في انهيار جديد، كأنما المفعول كان سنتين، كأنما المفعول امتد عامين. حبوب أو دفق دماء جديدة حضرتك تدفقت من نهر آخر أيتين التوبة، ثم من مجموعة أنهار والضحى والليل إذا سجد الضحى. ده شوف زوجة والدي الله يرحمها، كنت أحبها زي أمي وأحيان أكثر والله، نكت على علم جبار. هي اللي علمتني صلاة الضحى وصورة الضحى. الضحى تصلى ركعتين ركعتين، يا اثنين يا أربعة يا ستة يا ثمانية، يا اثنين وتسلم، اثنين كمان وتسلم، خبر حضرتك اثنين وتسلم، اثنين وستة ثمانية، أو أربع ركعات وتسلم. صلاة الضحى أسرارها إعجازية. فالشاهد إن ساعة اقتراب الأجل اللي هو بقى الحتمي، والله على ما أقول سيدتي إخواتي يقولوا لي إيه، هم كان شايفيني بقرأ حاجة وسألتها لها زي بس مش عارفين الأسرار، إن اللي حصل هو بسبب. فواحدة منهم ذكية بتقول لي أنت زمان أنا شفتك مرة قريت حاجة وبعدها هي بقت كويسة فترة، طب ما تعملها يا أخويا محمد. صدقني والله على ما أقوله شهيد، لا يمكن. كأنما حضرتك شيء كتفني إن لا فعلا عايز أقرأ، مش قادر أقسم بالله، عاجز فعلا. إن الله يحول بين المرء وقلبه لما بيعوز. خلاص بقول أنت حل بس لا، حبينا نوري لك من فضلنا وعلومنا ومدد قلب بيت سيدنا النبي ومدد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأنوار لا تنتهي، لا تنتهي. بس حكلك على شيء تاني، الكلام ده أنا بقوله للتاريخ، ولأن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. فصحيح هي كانت أسرار، لكن الواحد بيقترب فآن الأوان أبوح بأشياء تفيد الناس والمجتمع، وعسى الواحد لما ينتقل يفتكرونا بدعاء. يا دكتور ربنا يديك الصحة جميعا. فالشاهد المشهد الثاني مع الأستاذ يحيى حسنين مصطفى، الأستاذ الدكتور يحيى حسنين مصطفى. كان خلاص، وبرضه سبحان الله كان الكبد، فبنزوره بالمستشفى، وكان معايا العميد محمد حسن داود الله يرحمهم جميعا. فلقيت الأستاذ يحيى متهلل وبس راقد يعني، خلاص منهك، وكانت البطن منتفخة انتفاخ شديد، والكبد احنا نعمل كده يعني. الوالد والدي الشيخ عيسى العلامة الكبير عليه رحمة الله برضه توفي بالكبد، وكان بيعالجه نفس دكتور عبد الحليم حافظ ياسين عبد الغفار بالهرسيه القديمة، تعرف عمل عزبة، فطبعا المية وبتاع، صح، عنده خدم وحشم وفلاحين وباشا، لكن كان احيانا يحب يعمل حاجات بنفسه، وكان عاشق الزرع، وورثني هذا. انا اعتق شيء اسمه ازرع الشيء بايديا، قال عبيد محمد حسن يقول لي ايدك خضرا، ازرع المانجا بنفسي بذر تطلع، ازرع نوى بلح يطلع، الحمد لله. فسبحان الله العلي العظيم متهلل، وقال فجانا قال بركولي الحمد لله انا خدت البشره. العميد محمد حسن قال اللهم صل على سيدنا النبي، وهو كان ليه صلاة دايما يقول اللهم صل على سيدنا النبي، وقال بيته كامل النور، كامل النور أو كامل النور. فالمهم خالتي طبعا متأثرة، فأنا عملت شيء والله على ما أقول شهيد، هذا حدث. رحت تال قعدت في جنب وتالي وعملت المية دي. بعد كده بديها له وقول له اشرب دي بإذن الله كده تدي لك الطاقة والقوة، والله على ما أقوله شهيد، لأنه خد البشرة وكان واضح أنه بدأ
يدخل يشوف بدأ يشوف حاجات فلقيته مسكها كده وراح رافعها وتأمل فيها جدا كأنما بيرى بالورات نور. من قال لي ايه دي يا محمد؟ هو استاذي ناجي فيه فين يعني؟ راجل عامل قاموس معجم معجم بيدرس الى الان. قلت له دي يعني تلاوات قرآن جميل. قال لي ما اروعها بس لا مش هشربها. قال له ليه يا استاذي؟ هيقول لي مش هشربها. اخذ البشره. اخذ البشره. لا وعلم والله على ما اقول شد الواقع في قلبي عالم يا حد جنبه من ملائكه الرحمن سبحانه وتعالى اللي جاهدين لنوع ايامه ورحت قال له دي هتطول في اجلك. فشاف البشره وشاف شاف ايه؟ شاف مقعده من الجنه. فانت يعني عايز يقول لي انت عايزني اقعد تاني في البتاعه دي؟ زي ما انا بقولها دايما اول ما فوت من كذا اغتياله بقيت والله اقول له كده يا رب تاني بني ادمين تاني بني تاني دنيا. فهو شاف المشهد خلاص انت عايز ايه تاني؟ ربنا يفتح عليك. كل نعيم دون الجنه حقير وكل بلاء دون النار فهو العافيه. دايما يا دكتور بنستأنس بوجود حضرتك معانا. عفوا ربنا. يمكن احنا كنا بنتكلم في موضوع لكن اخذتنا الانوار لموضوع اخر خارج عن ارادتنا. والله هو ليس موضوع اخر هو نفس الموضوع اللي هو ايماننا بالغيب. السماوات والارض. ايماننا بالغيب. هنتكلم عن السماوات السبع. هنتكلم عن السماوات العلى وماذا هو اين هي وماذا يوجد في هذه السماوات ان شاء الله في حلقه قادمه باذن الله تعالى. باذن الله. افتتحنا بالغيبيات او بكتاب الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة شوف هم يوقنون. برغم شوف جابها فين. يبقى اذا كل العبادات والسلوكيات بتاعت حضرتك تبدأ بالغيب وتنتهي باليقين في الآخر. إذن أصدقائي المستمعين تحدثنا وأفضنا في الحديث والنورانيات مع أستاذنا الدكتور محمد عيسى داود وكنا ننتوي أن نتحدث عن السماوات والأرض وما فيهن ولكن أخذنا الحديث إلى نورانيات كبيرة جدا. فكما قال لي سرا أستاذنا الدكتور محمد عيسى داود أن هذا الأمر قد بدأ بالغيب وانتهى باليقين وهكذا ينتهي هذا اللقاء مع أستاذنا الدكتور محمد عيسى داود على أمل اللقاء به في نورانيات جديدة وموضوعات جديدة وحلقات أخرى كثيرة بإذن الله تعالى جديدة. فإلى أن نلتقي لكم مني خالص تحية وإلى اللقاء.